طلابنا، معكم الأستاذ معن الدقامسة، مدرس مادة اللغة العربية المشتركة ومادة اللغة العربية تخصص على موقع وتد التعليمي ومصحح لمادة اللغة العربية في وزارة التربية والتعليم. بإذن الله تعالى طلاب جيل 2005 اخترنا لكم جامعة البتراء لحتى نعلن عن انطلاقة مادة اللغة العربية، لحتى تكون دافع لك للتميز والإبداع والجد والاجتهاد. بإذن الله تعالى طلابنا راح أكون معكم أنا من بداية التوجيه لحتى نوصلك للمكان اللي إحنا موجودين فيه، أو لأي مكان أنت تتمنى أنك تدرس فيه وبالتخصص اللي أنت حابه، لحتى يكون هذا الشيء دافع لك للجد والاجتهاد والتميز. طلابي، مادة اللغة العربية سواء كانت مادة اللغة العربية المشتركة أو مادة اللغة العربية التخصص، من المواد اللي كثير من الطلاب بيحاول إنه أو بحس إنها مادة شوي صعبة وبدها تركيز. في موقع وتد أنا بسطت لك المادة وبلشت لك من المادة من الصفر لحتى نوصل وتدرجنا بالمادة وبالشرح لحتى نوصل للهدف اللي إحنا بدنا إياه اللي هو 200 من 200. طبعاً شرح المادة كان بأسلوب مبسط وأسلوب سلس لحتى تتمكن من هاي المادة، بالإضافة لامتحانات محوسبة لكل درس وكل جزئية موجودة بالدرس، إضافة إلى الامتحانات المحوسبة والخرائط الذهنية للمادة. أضف إلى ذلك استعراض لنماذج الوزارة وطريقة تصحيحها بصفتي مصحح لامتحان الوزارة لحتى نوصل للهدف اللي إحنا بدنا إياه واللي هو عندي 200 من 200 بإذن الله تعالى. طلابنا، بنحب نذكركم انه احنا في موقع وتد التعليمي منصة اوائل المملكة راح نكون معكم من البداية لحتى النهاية لحتى تحقق الهدف والحلم اللي انت بدك اياه وتوصل للجامعة والتخصص اللي انت بدك تدرسه بإذن الله تعالى. والله يعطيكم الف عافية جميعا. وتد، طريقك للنجاح.